طيب، إذا أردنا أن نفهم أعراض الـ ADHD مع العمر مع الوقت، اللي بيحصل كالتالي. هو طبعا عادة أعراض الأعراض سواء الـ inattention والـ hyperactivity موجودين بالأطفال المصابين. ممكن البنات الـ inattention عندهم بيكون أظهر منه عند الأولاد، لكنهم نحكي بشكل عام. تمام، هو اللي بيصير كالتالي. عادة الأعراض اللي بتكون ظاهرة في البداية، طبعا هون هذا الخط الزمني وهذا الأعراض، مستوى الأعراض هون sub threshold، يعني الأعراض لسه ما وصلت إنها تكون مشكلة. تمام، أو تبين إنها مشكلة، هيك صارت الأعراض مشكلة. وهذا الخط الزمني بيحكي عن البري سكول، ما قبل المدرسة، بعدين السكول ايج، بعدين الأدوليسنس، الكوليج ايج، وبعدين الأدلتود. فاللي بيصير من البداية بتكون أعراض الإمبلسيفيتي والهايبر أكتيفيتي عالية وتظهر من البداية، وأصلا هي عادة اللي بتغلب الأهل. أعراض الإن أتنشن ما بتكون ظاهرة، لأنه فعلا الطفل بجوز ما بيحتاج لأتنشن، إنه يكون عنده أتنشن. وحتى هو في هاي المرحلة كل الأطفال تقريبا ما الأتنشن عندهم فيه مشكلة. فالفكرة إنه لما يبدأ قريب من عمر المدرسة تبدأ الإن أتنشن يظهر ويبرز بشكل أساسي، وهو اللي مع الوقت هو اللي يبقى العرض الأساسي اللي ظاهر إن أتنشن. في حين أعراض الهايبر أكتيفيتي بتقل كثير 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 لدرجة إنها بتبطل مبين. الإمبلسيفيتي نعم بتضل موجودة، لكن برضو بتصير أقل. فهاي طبعا في عنا أعراض كوموربيديتي زي الأنكزايتي والديبريشن، وهاي الأشياء اللي بتظهر برضو يبدو إنه مع الوقت بتظهر بشكل أكبر، مع الوقت بتصير تتشخص وتظهر بشكل أكبر. في عدة تفسيرات لهذا، لعله منها إنه الأطفال هم صغار ما حد بيشخصهم بإشي ثاني لما يكون عندهم هايبر أكتيفيتي عالي وإمبلسيفيتي عالي، إنه كل الأعراض تفسر بالهايبر أكتيفيتي والإمبلسيفيتي، إنه أول بأول صرنا ننتبه إنه في كوموربيديتيز فلازم نشخصها، وهكذا. اللي بيصير الأطفال اللي قبل سن المدرسة بتكون الأعراض عندهم behavioral disturbances، مشاغب، بيكسر، بيخرب، وهكذا أشياء زي هيك. في فترة المدرسة بيكون الموضوع متعلق بالنعم behavioral disturbances زي ما حكينا بالبري سكول، لكن برضو بتبدأ تبين الأمور المتعلقة بالأكاديميك بيرفورمانس، الأشياء المتعلقة بالدراسة، difficulty with social interaction، حتى العلاقات الاجتماعية فيها مشكلة، تقديره للنفس فيه مشكلة، وهكذا. بفترة البلوغ واليفاعة تبدأ برضو مشاكل الدراسة بتكون واضحة، خاصة هون الانتنشن صار عالي، الهايبر اكتيفيتي صارت أقل، بس لسه في impulsivity، فبتسوي مشاكل في العلاقات الاجتماعية، مشاكل في تقدير النفس، وحتى ممكن مشاكل بموضوع مشاكل قانونية، تدخين، reckless behavior، وهكذا. بالكوليج نفس يعني تقريبا نفس الشيء، نبدأ برضو بنحكي عن مشاكل في الدراسة، مشاكل في التكيف مع المحيط، وإذا كان في وظيفة أو مهنة، تقدير النفس، مشاكل substance use، الكحول، المخدرات، وهكذا. وكذلك الأمر بالأدلتود لما نيجي نكبر. تمام؟ طبعا هون بيكون برضو موضوع حتى الريليشنشيب بروبلمز، العلاقات، المشاكل في العلاقات والعلاقات الأسرية والعلاقات الاجتماعية، وهكذا.